like a Hellcat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محل 9 ملي الأسلحة، والنهاردة في مقارنة جديدة ما بين سلاحين من نفس الشركة، شركة ريتاي. معانا السلاح الأول هنا هو ريتاي مود 92، تمام. هادي الريتاي مود 92 من الأسلحة المعروفة عند كتير من الناس. والسلاح التاني اللي معانا هو الريتاي بارون. ادي الريتاي بارون، تمام. السلاحين من شركة ريتاي، طبعا الماركة واحدة. شركة ريتاي من الشركات المعروفة جدا، ومن الشركات اللي ليها أسلحة كتير في السوق، موديلات كتير، ومن الأسلحة يعني من الشركات اللي الأسلحة بتاعتها عليها بيع وعليها طلب كتير جدا. بس هنا الموضوع مختلف. هنا شركة ريتاي عموما انتوا زي ما عارفين ليها 3 أجيال، جيل أول، جيل تاني، جيل تالت، تمام. الريتاي بارون هنا هو من الجيل الأول، والريتاي مود 92 هو من الجيل الثاني. طيب نتكلم كده عن الشكل العام وتشبيه الحي. هنا الريتاي مود 92 هو شبه بالظبط البريتا 92، شبهه بالظبط، شبه البريتا 92 الحي بالملي، تمام. وبالنسبة هنا للريتاي بارون هو شبه السيكساور الحي، شبه المسدسات السيكساور، تمام. بالنسبة لتشبيه الحي هما الاتنين تقريبا زي بعض، الاتنين شبه الحي كويس جدا، الاتنين شبه موديلات مختلفة، هنا شبه بريتا، هنا شبه السيكساور، بس شكلهم شبه الحي كويس قوي، ومن الأسلحة اللي بيبقى الموديل بتاعها أو التصميم بتاعها شبه الحي بالظبط، تمام. فاحنا هنا مش هنفضل حاجة عن حاجة لأن الاتنين شبه الحي بشكل كويس جدا. طيب العيار، الاتنين عيار 9 ملي، حلو. نوع الضرب، الاتنين بيضربوا فردي سحب سريع، حلو. بالنسبة بقى للشاكوش، هنا ده الشاكوش الستاندرد العادي اللي ما فيهوش شريحة صلب، تمام. الشاكوش العادي ما فيهوش شريحة صلب، بس من الشواكيش القوية جدا 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 هنا في الريتاي مود 92. وفي الريتاي بارون برضو هو شاكوش عادي ما فيهوش شريحة صلب، بس الشاكوش بتاع الريتاي بارون بيعلم معاك مع الوقت، مع الضرب تضرب بيه بيعلم معاك، تمام. ما فيهاش برضو تفضيل، الاثنين زي بعض تقريبا. كل الفكرة ان الريتاي مود 92 الشاكوش بتاعه اقوى حاجات بسيطة، ولكن هو ما فيهوش شريحة صلب. بالنسبة طيب لبيت النار، هنا في الريتاي مود 92 بيت النار واخد نانو، حلو، بحيث ان هو ما يحشرش طلق نهائيا، ودي حاجة كويسة جدا فيه ان هو واخد طبقة نانو، تمام. اما في الريتاي بارون الموضوع عادي، السلاح مش واخد نانو ولا حاجة، ممكن يحشر طلق منك عادي جدا، ما عندوش اي مشكلة، تمام. فاحنا هنا هنفضل الريتاي مود 92 عن الريتاي بارون، تمام. هنيجي نتكلم بعد كده عن الماسوره. هنا الماسوره هي ماسوره سوداء، تمام. ماسوره سمكها حوالي 5 ملي تقريبا، ماسوره قويه جدا جدا، تمام. ماسوره الريتاي مود 92 من المواسير القويه جدا اللي موجوده، تمام. هنيجي نتكلم هنا عن الريتاي بارون، هو برضو ماسورته سودة لكن سمكها اقل من الريتاي مود 92، وماسورة اضعف. هنا الماسورة اضعف من الريتاي مود 92، فهنا الريتاي مود 92 يتفوق على الريتاي بارون في النقطة دي كمان، حلو. طيب رد الفعل، الاتنين تقريبا رد فعلهم واحد، الاتنين رد فعلهم متوسط مش عالي، رد فعلهم كويس اللي هو المظبوط، ولا هو عالي ولا هو قليل. طيب بالنسبة للتعديل، الريتاي مود 92 ما بيتعدلش نهائيا، ما ينفعش يتعدل نهائيا، هو سلاح بينزل مقفول، ومن الافضل ان هو لو هيتفتح او يحصل فيه اي حاجة يبقى عن طريق واحد بتاع صيانة، واحد فاهم، واحد يعرف يتعامل معاه، لان السلاح ما بيتعدلش نهائيا، محدش يقولك هاخده عدلهولك، لا السلاح ما بيتعدلش. طيب في نقطة هنا الريتاي بارون، الريتاي بارون بيتعدل لكن امكانياته والخامات بتاعت المسدس ما تستحملش التعديل،
الخامات بتاعت المسدس ما تستحملش التعديل، لان انت لو عدلته هتلاقي المسدس اتهلك منك وباظ وفي حاجات كتير بتبوظ فيه وهيبقى عندك فيه مشاكل كتير جدا. لكن من ناحية التعديل هو مصورته بتتعدل، اه بتتعدل، لكن ان هو يستحمل التعديل لا مش هيستحمل وهيبوظ منك بعد فترة قليلة. تمام. طيب هنتكلم بعد كده عن الترخيص. تعالوا كده نمشي وراء الحاجة اللي احنا بنمشي وراها كل مرة. ادي الماركة ريتاي، الموديل مود 92، العيار 9 ملي، والسيريال نمبر، ومش عليه بلد المنشأ. ولكن احنا قلنا قبل كده يا جماعة الريتاي مود 92 في منه حاجات بتنزل عليها بلد المنشأ وحاجات لا. وانت لو رحت اي مكتب دعاية واعلان خليته هنا بس طبع لك ميد ان تركي، خلاص السلاح هيترخص ومش هيبقى فيه اي مشكلة، هتروح ترخصه ما عندكش اي مشكلة. طيب الريتاي بارون، الريتاي بارون هو كده كده ما بيترخصش، هو زي ما هقول لكم كده. ادي الريتاي الماركة، الموديل بارون، وادي السيريال نمبر كده، معرفش هيبان لكم ولا لا. تمام. ومش عليه العيار ولا عليه بلد المنشأ، هو السلاح ما بيترخصش وما بينزلش منه حاجة عليها بلد المنشأ، لا هو السلاح ما بيترخصش. تمام. هنيجي يبقى هنا الريتاي مود 92 يتفوق عليه لان منه حاجات بتنزل بتترخص فعلا وبيبقى عليها بلد المنشأ. حلو. هنيجي نتكلم بعد كده عن العمر الافتراضي. العمر الافتراضي للريتاي بارون حوالي تقريبا 5 سنين. تمام. 5 سنين ده لو انت مهتم بيه ومحافظ على السلاح وبتتعامل معاه كويس. طيب الريتاي مود 92، لا الريتاي مود 92 العمر الافتراضي بتاعه اطول، السلاح يستحمل معاك اكتر، سلاح كويس جدا قوي جدا يستحمل معاك ضرب كتير والسلاح شغال ما عندوش مشكلة. تمام. دي برضو ميزة من مميزات الريتاي مود 92. حلو. هنيجي نتكلم بعد كده عن حجم الخزنة. الاتنين 14 طلقة، الناس اللي عايزة تشوف الخزنة ادي خزنة 14 بتاعت الريتاي مود 92. تمام. وادي برضو الريتاي بارون، خزنة برضو 14 طلقة، هي نفس الخزنة بتاعت شركة ريتاي، هي نفس الخزنة معروفة وما بتتغيرش. تمام. هنيجي نتكلم بعد كده عن التقييم العام. التقييم العام لو انت عاوز تشتري او انت بتفكر تشتري حاجة من دول، انا رشح لك ايه افضل؟ انا من وجهة نظري ارشح لك الريتاي مود 92. الجيل التاني بتاع شركة ريتاي تغاضى مشاكل كتير قوي كانت في الجيل الاول، زي موضوع الحشر، لا الجيل التاني فيه نانو ما بيحشرش، زي الشاكوش بقى اقوى شوية، زي الخامات، زي الماسورة، في حاجات كتير قوي تعدلت في الجيل التاني بتاع ريتاي خليته اقوى. الريتاي بارون هو مسدس كويس، ومسدس كان من المسدسات المشهورة جدا في فترة من الفترات وبيتباع ولحد النهاردة في ناس بتسأل عليه، ولكن هو احنا بنقول لك العيب اللي فيه وبنقول لك الميزة اللي فيه وانت بتختار. بس يعني انا لو هرشح لك حاجه من دول فانا هرشح لك الريتاي مود 92 افضل. طب الريتاي بارون فيه مشكله كبيره انا عايز اقول لكم عليها. الريتاي بارون على فكره مسدس وزنه تقيل، مسدس مش خفيف، لا مسدس وزنه تقيل. تمام. وعنده مشكله، انت لو ما مسكتش المسدس كويس فهو ممكن يقع منك بسهوله بسبب ان وزنه تقيل، ولو المسدس وقع منك المسدس خلاص كده شكرا ضرب ربع وانت محتاج تغير له ربع. هو الريتاي بارون معروف وجي مشاكل منه كتير قوي زي كده. يجي عميل يقول لي انا وقعت المسدس، اقول له يا باشا خلاص وريني كده المسدس عايز ربع، وتصليحه بيبقى غالي. بس هو يعني دي حاجه معروفه في الريتاي بارون، وقع منك على الارض ضرب ربع يعني هتصرف عليه. تمام. فدي حاجه انتوا لازم تكونوا عارفينها برضو في الريتاي بارون. فانا لو هرشح لك حاجه، لا انا هرشح لك الريتاي مود 92 هيكون افضل لك كتير، ده من وجهه نظري. تمام. ولو احتاجتوا اي حاجه تقدروا تكلمونا على الواتساب، تقدروا ترسلونا على رسائل البيج، تكتبوا لنا في الكومنتس، نوصل لكم في اي مكان، احنا معاكم طول الوقت. ولو احتاجتوا اي حاجه هنبقى مستنيينكم تكلمونا، ونتمنى كده تدعمونا بشير ولايك عشان الحاجات دي بتفرق معانا، وشكرا ليكم.